هذه الفنانة المعجونة بالفن، كتلة البراءة والتوهج والتوحش والكوميديا على المسرح. كتير ما عرفوش ان بدايتها كانت منذ طفولتها، منذ الصغر كان والدها متنبئ، اول واحد تنبأ ليها انها تكون فنانة، لانها كانت دايما بتقلد كل اللي بتشوفهم وبتقلد كل الاعمال اللي لو راحت السينما كانت ترجع تاني عيد البيت تقلد هذه الاعمال. وتقدمت باورقها الى عندما نجحت الثانويه العامه الى معهد الفنون المسرحيه ومعهد الموسيقى العربيه في ان واحد. السيده سهير البابلي اتاسست وتكونت في فتره جاده جدا، وهي فتره الخمسينيات من تاريخ المسرح، وكون انها دخلت معهد ومكملتش وحبت تخوض غمار الحياه والتجربه العمليه منذ وقت مبكر في المسرح القومي. كانت بتقوم بادوار صغيره في بدايتها، لكن يعني عندما نضجت وخدت خبره اصبحت ممثله تراجيديا عاليه جدا في البدايه، ثم تحولت الى الكوميديا فيما بعد. جاءت البداية ليست في السينما، ولكن جاءت البداية من خلال المسرح المصري وتحديدا في القطاع العام. لا يمكن نتكلم على سهير البابلي ولا نذكر أعمالها في هذا في مسرح القطاع العام مع مجموعة من عتاولة الفن في المصري، سواء كمخرجين زي عبد الرحيم الزرقاني أو فتوح نشاطي أو جلال الشرقاوي أو حمدي غيث أو غيرهم من عمالقة فن الإخراج المسرحي. دائما حتى في الأدوار الصغيرة تترك بصمة. أذكر في مسرحية سليمان الحلبي عملت دور بنت حداية الأعرج، يظل الدور وتأثير الدور طوال المسرحية حتى نهايتها، رغم أنها دور تاني أو تالت. بس للأسف الشديد إحنا ما عندناش ذاكرة فنية. الذاكرة الفنية بمعنى إن ما فيش تاريخ للفنان المصري كأحد المتخصصين، بعيب على أجهزة الدولة إن ما فيش أرشيف لهذه الفنانة. سهير البابلي بتحب شغلها، بتحب مهنتها، وأتقنتها من الممارسة والدأب والصبر حتى إنها بقت متمكنة. وأذكر إنها مرة في حديث كان عند الأستاذ محمود الحديني الممثل الكبير، وأنا كنت قاعد معاهم، فبتقول له إنها لمتمكنة، يعني بتقولها بسخرية، لكنها فعلا حريصة إنها تبقى متمكنة متقنة لشغلها.